مساء الخير، مساء الحب، مساء السلام، مساء الجمال، مساء المتعة. شو اخباركم؟ اخر يوم في الشهر. Oh my god. Thank you. Thank you نجمة. مش هذا فضائي ولا ايش؟ Thank you. شكرا جزيلا حبيبتي انتي. I love you. اخر يوم في الشهر يا جماعة. نقولوا اخيرا. والله ما شاء الله ما شاء الله، الشهر عي يخلص، مرة عي يخلص، طول بالنسبة لي. ما أدري، هذا إحساسي إنه الشهر مرة طول. اليوم آخر يوم في الشهر، فنبغى نجاوب على الأسئلة اللي ما جاوبناها. أتوقع جاوبنا على أغلب الأسئلة. Thank you. ونبغى نشوف بعد عندنا كم سؤال من أصدقائي عملاء الفي آي بي، نبغى نجاوب على أسئلتهم، وبعدين بنسمع وش التغيرات اللي صارت في حياتكم. أوكي، وش اللي صار من بعد ما حطيت النية، وش التغيرات اللي صارت، أو إذا كنت حضرت المواد، وإذا في أي سؤال. باقي أعتقد ساعتين وتغلق المواد على الموقع. إذا في سؤال، إذا أنت محتار هذه ولا هذه، هذه تناسبي ولا تناسبي، برضو ممكن أجاوبك اليوم على الأسئلة. طيب، كنا 5 أشهر شهر أغسطس. طيب خلوني أبدأ أول شيء مع أسئلة أصدقائي الـ VIP. أوكي، أبغى أبدأ مع سؤال حبيبتي عهود. تقول متعتي هي الثراء، وقام محامي الخاص بسرقتي لأنه يعلم أني رفعت قضايا من وراء أهلي وخايفة منهم، فيعرف أني لن أشتكي عليه. ورفعت شكوى لحظة غضب، ولكني لم أكمل الإجراء من الخوف وبنية المتعة. بالعام الماضي بعد سرقتي، بعد سرقني وقام بتهديدي بدفع مال له، وأصابتني لأول مرة نوبة هلع. أيضا ليقهر أنه يستشرف في تويتر ويتكلم عن عقوبة السرقات ويمنشن مشهور من عائلتي. او ماي جاد. طبعا اخواني عرفوا اني مشتكيه على اخرين، والموضوع طلع عادي عندهم، لكن خايفه اقول لهم ان المحامي سرقني، هل اسحب شكواتي كلها؟ لان الموضوع اتعبني شهور من الخوف والعار من العائله. لكن بعدها انسرق جوالي وشعرت ان الرساله لاني لم اخذ حقي واسترجع مالي. هل يجب ان اتحلى بالشجاعه لانه لدي نوايا ثراء واكمل الموضوع، ام اتركه حرصا على جسد مشاعري، خصوصا مع نيه المتعه؟ اشعر بالشجاعه واريد ان اقوم بتاديبه. حبيبتي عهود، الله يقويك، انا معك. بما انك تشعرين انه يبغى له تأديب، يعني هذا محامي الناس يروحون له، يعني يحطون ثقتهم فيه ويحطون اموالهم ويتوقعون منه الاخلاص. ما احب الناس الغير مخلصين، ما احب. واريد انت عندك قرصان اول وهذا قرصان ثاني، فما تبغين صراحه بعد قرصان وانسرق جوالك. قرصان أول قرصان ثاني وانسرق جوال، ما تبغين أكثر من كذا. وعلى فكرة ترى إذا أحد سمع القصة وعرفك راح يعرف إنه شو يقولون بالعامي، يعرف إنك أنتي جدارك قصير. لا تسمحين بذلك. خلي ممكن تخسرين، that's okay. خلي على الأقل يحس إنه مو سهل إنك أنت تسرق الناس، مو سهل إنك أنت تعتدي على عملائك، مو سهل. وبعدين يعني يكفيها السمعة هذه انه في عميل من عملاء رفع عليه قضية. اوف، تخيلي محامي وعميل من عملاء رفع عليه قضية يدعي سرقة، مرة كبيرة. يعني ترفع قضية على المحامي انه ما سوى شغلة زين، انك وجهة نظر، بس سارق، مرة كبيرة. وانا ما ادري انت في اي بلد، بس كثير من البلدان يعني مرة شديد الموضوع. وانا تعاملت مع محامين كثير في حياتي وشديت فيها مع محامين، بس مو من جانب سرقة، من جانب انهم ما ادوا عملهم. وفي كل مرة لما اشد معهم اطلع ربحانة، لانه دائما القانون يحميك انت كعميل، والقانون يعرف انه المحامي هو أعرف منك في القانون، فوارد التلاعب وارد. فهذا اللي يخلي أنه أنت عندك مسؤولية أنك أنت
يعني خلص ما دام السالفه صارت لك عندك مسؤوليه انك انت تضبط الموضوع. وتقول عهود بعد انها هي معنية المتعة حست انها اشجع، وهذا جميل لانه على فكرة المتعة مثل البطاريات اللي تساعدك انك انت يعني تنتقل لمرحلة اخرى او تشجعك على اشياء. الشجاعة اللي انت فيها، انت فيها صراحة حلو انك انت تتخذين هذه الخطوة. انا معك، انا مع الفكرة. انت تقولين ابغى ادبه معك. طيب سؤال ثاني، سؤال ثاني. صديقتي هاجر تقول في شهر المتعة أصبحت الكارما الإيجابية والسلبية واضحة من الداخل للخارج وفورية، لماذا؟ وما نوعية العلاقة الروحية مع الموقف الذي يعاد بأشخاص بطاقة مشابهة وشكل مشابه لشخوص الماضي الكارميين؟ هل هم نفس الروح في أشخاص مختلفة؟ أم أن أجزاء منا نقاومها تتجسد على شكل أشخاص نواجهها ونحلها؟ يعني كأن هذا سؤالين. طيب السؤال الأول اللي هي تقول الكارما صارت تشتغل بسرعة، يعني إيجابي إيجابي سلبي سلبي. طبعا تكلمت هذه مرحلة من مراحل الحياة، مرحلة من مراحل اللعبة. أوكي، مرحلة من مراحل اللعبة تكلمت عنها في اللعبة. أوكي هاجر، إن شاء الله إنك تكون حضرتيها أو أقترح عليك إنك تحضرينها، لأن هذه مرحلة. فكونك أنت دخلت لهذه المرحلة، أنت بتحس إنه الدنيا أسرعت في هذه المرحلة، يعني من علاماتها ومن إشاراتها إنه الدنيا تسرع مرة مقارنة بالمرحلة السابقة، وتكون نتائجها سريعة جدا، أسرع من اللي قبلها وأسرع حتى من اللي بعدها. فأنا أقول لك يا هاجر، أقترح عليك إنك تحضرين اللعبة. هذه مرحلة من مراحل الحياة، وهي مرحلة جيدة، أكيد إنها أجود من المرحلة اللي أنت جيتي منها. والمهم إنه يا هاجر يا حبيبتي، إنه المرحلة إشارة جيدة بشكل عام إنه أنت انتقلتي من مرحلة إلى أخرى. بالنسبة للأشخاص اللي يرجعون لنا بعد فترة وهم يكررون نفس سلوكيات الناس اللي قبلهم أو نفس الدروس أو نفس الرسائل، هذه لأنه إحنا ما فهمنا الرسائل السابقة. أنتوا قلين هذولا منهم هم نفس الأرواح ولا لا؟ هم مو نفس الأرواح، غالبا مو نفسهم، أرواح أخرى يعني، لكن عندهم نفس الأدوار أو عندهم نفس العقود معك. فهذا اللي يخلي الموضوع يتكرر لما أنت تفهمين الدرس. طيب خلونا ناخذ أسئلة. إذا في سؤال ما جاوبناه خلال شهر المتعة، إذا تحس إنه في سؤال إحنا يعني فوتنا ضيعنا ما جاوبنا خلال شهر المتعة، اسأل سؤالك. لا تسأل أسئلة مكررة لأني ما راح أجاوبه. لا تحط السؤال 100 مرة. وإذا في سؤال مرتبط بالمواد، لأن المواد بتقفل بعد ساعتين، فإذا في سؤال إنه مثلا هل المادة هذه تناسبني، هل أخذ هذه ولا هذه، هل برضو ممكن أساعدك، وبعدها بناخذ تجاربنا. طيب سؤال جميل. صديقتي تقول ليش أحيانا الناس يحسسوننا إن مسؤولين عن متعتهم، وإذا ما حصلوها منا يسخطون علينا ويطلقون علينا كئيبين أو مملين؟ خليني أبغى أقول لك، مرات أنت فعلا يكون عندك هذا الدور. في أرواح هذه رسالتها في الحياة، رسالتها الإمتاع. في أرواح هذا دورها أصلا في الحياة، إنها هي تقدم المتعة. وتقدرين تشوفينهم، يعني تقدرين تشوفينهم في أماكن كثيرة. الناس مسؤولين عن المتعة، مسؤولين عن الإمتاع، مسؤولين عن إمتاع البشر. يعني ممكن تلقين مثلا في شخص مغني مسؤول عن إمتاع نصف البشر في وقت حياته، مثلا هو أمتع نصف البشر مثلا، وحتى لما مات ما زالوا الناس يستمتعون. يعني ففي هذه الأرواح وعندها هذه الرسالة وعندها هذا الدور، بس مو كل الأرواح تقوم بهذا الدور أو عندها هذا الدور. الشيء الثاني برضو، في أيضا بعض المفاهيم مرات، يعني مثلا أنت صديقتي وأنت تعرفين أنه عندي مشكلة، فعندك دور أنك توسعين صدري اليوم. أنت زوجي وعارف أنه والله هرموناتي ضاربة اليومين، فعندك مسؤولية أنك أنت توسع صدري. أنت زوجتي وأنا راجع من الدوام، فعندك مسؤولية أنك أنت توسعين صدري. ففي بعض المتطلبات أو الاحتياجات
اللي طبعا غالبا عند الاشخاص اللي يعني خلينا نقول يمكن ما فتحوا لمباتهم شويه فيحتاجون انهم ما يقدرون يصنعون المتعه بانفسهم، يحتاجون يطلبونها من الاخرين. ومع الوقت صارت كانها قواعد، صارت كانها التزامات، صارت كانها او مطلوب منك انك تسوي هذا عشان مطلوب منك انك كذا عشان تمتعهم عشان تبسطهم عشان كذا عشان كذا. واذا كان الموضوع بعد نشوف احنا بطريقه متوازنه، انه اذا كان الموضوع انك انت محصل احتياج ثاني وقاعد تقدم المتعه، ذاتس اوكي ذاتس اوكي. مثل مثلا ادوار الجواري، الجارية عندها دور تجاه الرجل انها تمتع الرجل، تكلمت عن هذا في السيدة والجارية، عندها هذا الدور، هي تشعر فيه، هي يعني تحس انه هذا دورها انها تقوم بهذا الدور، والرجل يشعر بذلك. فعلى طول هي تبدل، تسوي تبديلات احتياجات، تاخذ احتياجات معينة وتعطي متعة، تاخذ احتياجات معينة وتعطي متعة، فتسوي هذه التبديلة. فهي ممكن تكون على مستوى الاحتياجات، مو على مستوى المشاعر والفكر والمادة، مو على مستوى الأجساد السماوية. فيصير زي القواعد اللي الناس يقول يلا ليش ما أبسطني، ليش ما سويت لنا، ليش ما فعلت لنا، ليش ما كذا. عموما أنت دورك إذا كنت يعني تحس إنه فعلا هذه رسالة روحك، إنك تقدم، تحس إن هذا احتياج لشخص أنت تقدر تقدمه، قدم، ما في مشكلة. إذا حسيت إن الموضوع صار فيه صوت وصار فيه تأنيب ليش ما قدمت، أعتقد الموضوع لازم يعني ينحط على الطاولة ويتناقش. Thank you. طيب مريم حبيبتي تقول كيف ألغي فكرة الانتحار وأقنع نفسي بأن أتحمل كل هذا الألم؟ أول شيء أبغى أقولك أنت محتاجة عاجلا لشخص مختص يساعدك في القصة اللي أنت متورطة فيها، لازم يكون في شخص حولك يعني مساعد يساعدك انك انت تجتازين هذه المرحله. الشيء الثاني انه انت مو مطلوب منك تتحملين الالم، مطلوب منك انك انت تتحررين من الالم، مو مطلوب انك تتحملين، مطلوب انك تتحررين من الالم. معناه انت حامله كثير الم ومو قادرة تشعرين بالمتعة وتستمتعين، فلازم انك انت تنظفين وتحررين هذا الألم، تتخلصين منه عشان يكون الألم أقل، تقدرين تشيلينه. إيناس حبيبتي تقول كنت مستمتعة بالحياد سنة اللي فاتت حتى جتني صدمة. Oh my God. بعد نية العظمة بإيش تنصحيني بعد ما نظفت صدمة وفوضى المشاعر؟ قصدك من مواد المتعة؟ لا نقول انك انت نظفتي وشلتي هذه الصدمة، ابغى اقول الغراب الاسود على الاقل عشان يسوي لك حماية على الاقل. يعني وش الحل مع الام النرجسية؟ اوه ماي جاد، انت ما حضرتي معانا امس يعني تكلمنا عن كل النرجسيين في الحياة وقفلنا الموضوع وخلصنا الملف كامل، فاتك والله. احضري البث موجود على الانستغرام. Thank you نجمة. Oh my god. متعة العلم والدراسة أي موجود، صير في الجسد الفكري. هل الغراب الأسود أدق بعد التنظيفات؟ شوف هو الغراب الأسود واضح مع سوء الوضع ومع سوء الألم. في هليكوبتر أعرف قصتها. مع الألم اللي يتعرض له الإنسان الغراب الأسود يظل مبين، قد يكون أوضح بعد التنظيفات أكيد، لكنه هو واضح بشكل عام واضح. أول مرة أشوفك كيف أبتدي معك حبيبتي. أنتي احضري معانا اللايفات وتابعي اليوتيوب، هذه هو الخطوة عشان تدخلين معانا شوية في الجو، وبعدين حضري لنا مشكلتك الرئيسية. طيب وحطي معانا النية كل شهر، بكرة إن شاء الله راح نبدأ شهر جديد ونية جديدة، وراح يكون عندنا بعد خلفية جوال جديدة تخلي معانا. فستاني زمرمان حلو صح؟ طيب أحس الدنيا سودة،
حبيبتي انتي فسخي النظارة يا ماما. وش السواد هذا؟ هل هو خوف؟ هل هو غضب؟ هل هو يأس؟ هل هو كذا؟ أعرف إنك شاعرية كذا وعندك، بس لازم تحددين اسم المشاعر عشان تبدأين من هناك. قد يكون حالة يأس مثلاً، بقول لك أوكي نظفي اليأس، وين الشعور اللي أنت تحسين فيه؟ طيب تقول محتارة بين اللعبة والغراب الأسود، إيش الفرق بينهم بالذات بعد التنظيفات وبناء الهوية الجديدة؟ الغراب الأسود في النهاية راح يكون عندك إنك أنتي تعرفين إيش أكثر متعة، أو المتعة اللي أنتي ولدتي فيها، أو المتعة اللي تجيب لك بطارية في الحياة تسوي لك حماية، هذا الغراب الأسود. اللعبة موضوع ثاني، اللعبة هي تناقش تفهمك مخك شلون يشتغل، جسدك الفكري شلون يشتغل، سلوكياتك كيف تشتغل، وعيك كيف يشتغل، إدراكك كيف يشتغل، وكيف فهمك للحياة وكيف نظرتك للحياة، ويفهمك في النهاية يعني النتيجة اللي بتوصلي لها من اللعبة إنه المتعة هي المعنى كذا باختصار، بطريقة ما بتفهمين إنه المتعة هي المعنى، هي القصة المقصودة. عشان كذا تتطلب، وهي حالة إدراك، اللعبة هي حالة إدراك، يعني راح يكون عندك كثير من الأها مومنت أتوقع يعني، أو توسع كذا أنك تدركين أكثر. الغراب الأسود تطلعين بشيء، وفي تمارين تطبيقات، اللعبة ما فيها تطبيقات، في تطبيقات أنها تساعدك على أنك أنت تحطين الغراب الأسود في حياتك وتدخلينه كجزء من حياتك، فهذا هو الفرق. لو كنت مكانك وعندي هوية جديدة ويعني توني مخلصة تنظيفات وقاعدة أبني من جديد، يعني ودي أقول إنك أنت في حالة وعي حلو لو تسوين كذا توسع، بس برضو الغراب الأسود جيدة. انه انت تعرفين الغراب الاسود شيء مهم صراحه، شيء مهم. كل الناس عندهم غراب اسود، اي بدون ادنى شك. قلبي انت ترف، تقول اخذت اللعبه واخذت الغراب الاسود، مبروك. عايشه تقول خلونا نعيد النيه، حيل عجيبه حبيبتي انت. تقول طبقت أبانوس بعدها صار يومي كله دهشات، الله، معنية المتعة طلع الغضب مرة ثانية، كثير صار لهم كذا. إسراء حبيبتي تقول أستمتع لما الرجال يتقاتلون عشاني ولا يصلون لي، انتهت القصة وما زلت أستلذ بتعذيبهم. افتحي اللمبة يا ماما، افتحي اللمبة، انتي مستمتعة بالتأنيب، عندك أزمة مع الذكورة والأنوثة، ومستمتعة بعقابهم على قصة معينة، قد تكون انتي ماخذتها كارمة أجداد، أو قصة مرتبطة بكارمة معتقدات في الجسد الفكري، أو تجربة مريتي فيها فمرتبطة بالجسد المشاعري، فهي حالة ألم، يعني مثل اللي يستمتع بدور الضحية، انت الآن مستمتع انك انت يعني تبهذلين فيهم، ها تسحبينهم كذا وتستمتعين تذلينهم. فافتحي اللمبة، هذه حالة مشاعر سلبية وراها كارما، وراها قصة لازم تفكين الموضوع، يعني ما انتي محتاجة لأحد يتأذى عشان تستمتعين. اوكي خلونا ناخذ نبغى نسمع منكم ايش اللي صار بعد النية، يلا قولولي. تقول اسمها صعبة المنال مو إسراء، والله ترى حتى إسراء ما أخذ من الموضوع شوية، قد يكون بعد شوية ريحة كارمة الاسم كذا، قد يكون.
طيب وش اللي صار؟ فلوس. ما صار شيء لأنك نايمة شهر كامل، ما صار شيء، ما أبدا ولا شيء ولا شيء. طيب جتني صدمة وتخليت عن التعلق. أوه واو، طيب وش صار؟ حصلت على وظيفة ممتعة وراتب جديد. الله مبروك حبيبتي. تقول عيد النية توني أنضم. حبيبتي أنتي تقدرين تدخلين فيه لعكس؟ بس لعكس ما عندنا نية المتعة. طب خلص انضمين لنا من الشهر الجاي، من بكرة انضمين لنا عشان ما تتحسفين نهاية الشهر. طيب سافرت 3 مرات وجاني آيفون هدية. الله مبروك. صرت أهتم بصحتي أكثر. صار دوامي 50% وراتبي نص الراتب ودخلت جيم. الله فلوس. ظهر الحزن حبيبتي نظفي. زاد راتبي. أوف كان في رواتب كثيرة هالشهر. نجح مشروعي. سعود مبروك. تحسن دخل العائلة. أوكي أوكي مرحلة الطز. تقول على الأقل عرفت أسباب تعاستي وأشتغل عليهم. حبيبتي الله يقويك الله يقويك. جربت القطار ممتع. أوه واو جميل. فلوس فلوس دينا. أعطاني زوجي 500. حصلت هدايا كثيرة بس سلم ورثي. أوه كان في فلوس كثير. براو اوكي. شعرت بالغضب. يلا حان الوقت. طيب صار لي حدث تمنيته كثير بعدما استمتعت كما توقعت. الله جاني عريس. مبروك دايزي على طول. مبروك يا ماما مبروك. طيب جتني هدايا كثيرة مبروك. سافرت وكل يوم أوقف على بلكونتي في الفندق. كل يوم يوقف على بلكونتي في الفندق غراب أسود. واو واو طلعنا المزرعة. الله ظهر لي شغل كله سفر ومتعة. الله وناسة. خرجت من منطقة الراحة. فلوس ضحك. جاني عرض وظيفي مبروك. جاني عريس. الله عندنا الآن عريسين يا جماعة. عندنا عريسين. سافرت وحققت 3 من أحلامي. أوه حبيبتي سارة مبروك. جتني هدية وصلحت علاقتي مع والدي. أوه ممتاز. حصلت على كامل مبلغ سداد شقتي وغدا ستكون باسمي. الله الله مبروك مبروك. مريم بعد جاها عريس. 3 عرسان والله شكلنا بنمدد المتعة. 3 عرسان الشهر اللي راح ما جاء 3 عرسان يوم الذكورة والأنوثة. Oh my god. اوكي ظهر الحزن. حلو حلو نظفي. مرحلة غضب كويس خلينا ننظف. طيب بعد النية ظهر التأنيب وبعدها تنظيف التأنيب حصلت على وظيفة. مبروك فاطمة مبروك مبروك. في وظائف كثير هالشهر. طيب تقولك شلون عرسان من المتعة؟ أف عليك يعني الزواج ما فيه متعة؟ بالعكس لأنه قد يكون أحد الطرق أن يكون عندك شريك حياة. تقولك مددي المتعة خلي كل بنات يتزوجون. طيب طيب حصلت آيفون 14 مبروك. جاني شعور بين كل شيء مزيف. هذا إدراك جديد. عموما هو كل شيء مزيف مو كل شيء مزيف هو كل شيء يعني
قصة يعني ما هي حقيقية بالشكل اللي احنا نتصورها، الشعور هو الحقيقي فقط، عشان كده ركزي على المتعة. طيب جاني عرض عمل في الإمارات وكنسلته من الخوف. أفا أفا عندك جلسة الخوف يا ماما، جلسة الخوف بكرة تسددينها من الراتب. شل يا جماعة، مو يجاكم شيء تسوون يوتير. أي أحد يجيه عرض جيد هو خايف ياخذ جلسة الخوف، جلسة ما يعني. طيب سويت تجميل. طيب مبروك مبروك، ذهب ذهب، شيرين جهة ذهب، سافرت ورحت المكة. الله الله، جتني رغبة بجرد أشياء في غرفتي. أي خلص مرحلة التنظيف، إحنا لما نجي على الخريف وانتي سابقتنا. طيب تسوق، أوكي، مدام انتي قادرة تميزين ما بين المتعة والإدمان فما عندك مشكلة تسوقي، مدام ما انهزت الميزانية تسوقي، مدام ما صار التسوق لزقة تحطينها على الجرح تسوقي. حبيبتي يسرى تقول مريضة، حبيبتي ما تشوفين شر، رقصت كثير هالشهر. الله كان شهر جميل، رجعت اشتغل على رسمي. الله بديت ارسم. تعليقك على مخططات الماسونية 2024. يا جماعة تبغى تعليق على مخطط الماسونية؟ او ماي جاد، اول شيء فتح اللمبة، طلعي من الخلاط، يعني ما ادري، خلينا احنا في متعتنا وفي قصتنا وخليهم في خلاطهم. ابوي قرر زواج من زوجة ثانية. افا ايوه، وبعدين وبعدين دخلت التداول. حلو، تقول لك شريت شنطة الجوتشي وسافرت لحالي. الله أكبر. حبيبتي أنتي مبروك، إن شاء الله تستمتعين فيها يا رب. آه رايحة حاطة الشنطة كذا ورايحة، وين رحتي يا ماما وين رحتي؟ قولي لنا عشان نتصور المشهد. حبيبتي استمتعي، خذ القصة لآخرها. طيب آه تقول اكتشفت كم كنت ذكورية. حبيبتي يا نور عادي، اتس اوكي، كلنا هببنا، اتس اوكي، اقلبي الصفحة. نيكست، تهاوشت مع الكل. افا اكيد غضب، صنفي اتوقع انه غضب، واذا تأكدتي من هذا الموضوع نظفي الغضب، لا تخلين الموضوع، لا تخلين. السولة حبيبتي تقول حملت تطبيق لاكس. الله احسن خيار سويتي صراحة. طيب واللي ما حمل التطبيق بليز يا جماعة حملوا التطبيق، ترى عندنا تحديث قريب إن شاء الله قريب، أو تدرون خلوني ما 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 أوعد، بس في تحديث جاي ما أدري متى، أوكي في تحديث جاي مرة حلو مرة بيعجبكم، فبليز بليز يا جماعة حملوا التطبيق. حصلت على مبلغ مالي بكل يسر. الله الله. طيب غيرت ديكور بيتي، مبروك، صارت لي خسارة مادية مع العلم حاطة نية الثراء. آه ما كنتي معانا يعني، والله أنا مكانك بحط الموضوع على الطاولة وبراجع القصة، هل في كان في قرصان، هل كان في مثلاً قلة معرفة، هل كان في مجازفة في غير محلها، يعني وش الموضوع، أقلب يعني تفاصيل الخسارة هذه. انكشفت لي حقائق. الله دهشات، يعني عشتي دهشات. اشتركت بالجيم، كان الجيم الشهر هذا فيه اكثر من احد صح صح. زينب حبيبتي لاكس تطبيق موجود في الجوال، ثانك يو ترف. تسلقت جبل ووصلت للقمة حبيبتي، الله يقويك، عشت نشوة المعرفة. الله فين ألاقي الغراب الأسود؟ ادخلي على الموقع سمية 369.net،
أعتقد أنك راح تلقينا بال وين؟ كم بالصفحة الأولى؟ ولا وين؟ كم الساعة في السعودية الحين؟ 11 صح؟ مفروض بعد ساعة تسكر. لحظة خليني أشوف وين أحصلها. شوفي تدخلين للموقع كذا، تجيك كذا الصفحة، بعدين أوكي، بعدين تروحين للقائمة هذه اللي على جنب، القائمة المنسدلة هذه، تدخلين على كافة المواد. طيب بعدين تلقينها هنا في المواد. خلينا نشوف في خانة بحث. خلص في خانة بحث، الله عليهم، شوفوا فريق العمل الممتاز، شوفوا في خانة بحث على طول، كتبت الغراب طلعت لي الغراب الأسود على طول في خانة البحث جوا الموقع. طيب وين وصلنا؟ وش صار بعد؟ وش صار؟ لاكس، ممتاز ممتاز، في جمهور اللاكس. طيب صرت أستمتع بالليل والظلمة، أوكي استقليت بالسكن، نقلت للرياض. الله الرياض عاد، الرياض قولي لي بالله وش رأيك؟ وش رأيك؟ يعني صعب وصف الرياض، صعب، جميلة. طيب اشتريت دبلة رولكس حبيبتي، مبروك، هذا جت مع العريس ولا بدون العريس؟ شكلها بدون العريس، بس ما عليك استمتعي، خذي القصة لآخرها. بنقل الرياض بس طلع لي مشاعر خوف وحزن، أفا الرياض يعني مرة بعيدة عن الحزن، مرة بعيدة عن الحزن، ما شاء الله عليهم كذا يعني فايروركس. بس خوف طبعا أكيد، يعني فيها مال، فيها مجازفات، فيها رياض بعد فيها قوة ترى، فنضفي الخوف، نضفي الخوف. بس على فكرة ترى آمنة يعني بشكل عجيب. طيب بلشت جيم، والله في أكثر من أحد دخل الجيم هذا الشهر صح؟ توقعون بعد نشوة العداء؟ مرة حلوة نشوة العداء. طيب وش بعد صار؟ اشتريت ذهب، مبروك مبروك. وش بعد؟ وش صار؟ وش صار؟ هاي يا جماعة اشتريت الشنطة اللي خاطري فيها، الله حبيبتي انتي، مبروك عليك، تستمتعين فيها بالعافية. بديت جيم، حلو، قصيت شعري، تقول نبي نية الصحة. والله شوفي تعرفين أنا الصحة النية معاي طول الوقت، هالنية هذه كثير مهمة بالنسبة لي، بس ماني متأكدة إذا إحنا نقدر نغطيها. وأعتقد ما شاء الله السوشيال ميديا في أشخاص أجود مني يقدرون يغطون هذا الموضوع، بس ليش لا نفكر، خلنا نقول نفكر. اشتريت شقة في مكة، او ماي جاد، في الحرم، جوا حدود الحرم، ومحظوظة والله، محظوظة والله، محظوظة انك انت يعني تاخذين قطعة من هذه الارض، حظ، مبروك مبروك مبروك. جتني اسوارة ذهب، الله، تركت الشيب بدون صبغة حبيبتي انت. طيب صار عندنا حفلات كثيرة، أوكي حلو. اشتريت كتاب على الطب الصيني وبدأت أتعلم التداوي بالطريقة الصينية، واو والله أنا أتوقع يصير في كثير تطورات، يعني أشياء قديمة كانت مثلا طرق طبية قديمة ما كانت موجودة، أتوقع أنها تبين الحين أكثر، والردي إحنا قاعدين نشوف يعني تطور في الجانب الطبي، مدارس متعددة، أفكار متعددة، أريد قاعدين نشوف، فشي حلو شي حلو. بديت أقرأ كتب وعملت فيلر، مبروك، جتني هدية خاتم وقصيت شعري، الله
سجلت في الجامعة وانقبلت، مبروك يا عايشة. تخلصت من آخر متعلقات الماضي. الله الله، بديت أتعلم صناعة الشموع. واو، سافرت أكثر من سفرة واستمتعت. حبيبتي ركبت الطيارة لأول مرة وكانت ممتعة. الله، سافرت استمتعت جدا وانتقلت في السكن، مبروك. حققت أول هدف توظفت في البنك، مبروك مبروك. أوكي، عندنا وظائف وعندنا عرسان، وش بعد؟ أخذت الرخصة. حبيبتي الله يقويك. تبنيت قطة. أوه الله يقويك. حملت تطبيق العكس. ألا حبيبتي thank you. تعلمت السباحة، بديت أدرس في تخصصي. اشتريت شقة الحلم. حبيبتي أنتي مبروك. برضو عندنا شقق هالمرة صح؟ في انتقالات في السكن، وفي كم واحدة مكة، وهذه شقة الحلم واللي سددت كل شقتها. حلو حلو. أخذت الرخصة، بدأت كورس إيطالي. قصدك لغة إيطالية ولا بالإيطالي يعني، يمكن طبخ أو شيء. حبيبتي الله يقويك. انتقلت للعيش في بلد جديدة. بعد في حركة كثير صح؟ في حركة كثير هذا الشهر، حسيت في ناس كثير تنقلوا وكذا. طيب، في تغييراته. صديقتي الأنتيم صارت تتابعك. الله يحييها الله يحييها. أوكي، سافرت لوحدي لأول مرة، شعور حلو. حبيبتي أنتي، بدأت الماجستير أول أسبوع بعيد عن أهلي. حبيبتي الله يقويك. نجحت في امتحان اللغة، مبروك. واو، أحس مرة النية حلوة ولا لا؟ مرات نحط نوايا مرة قوية وكبيرة وما تجيب هذه النتائج. صراحة أبغى أقول إنها نتائج مرة ممتازة مقارنة بالأشهر اللي غير، يعني في عرسان أكثر من الصيف، أكثر من شهر الذكورة والأنوثة. صح؟ والله مرة مرة حلوة النية، مرة حلوة مرة حلوة. يعني وأغلب الجوانب السلبية تحسونها برضو معقولة، يعني غضب طلع، حزن غضب كذا، يعني مشاعر سلبية طالعة والناس فاهمة كيف إنها تدير الموضوع. مرة حلو مرة حلو. خلني أقول لكم التغيرات اللي صارت عندي. اللي صار عندي إني قاعدة أدرس، قلت لكم من الشهر اللي راح ما زلت أدرس، أدرس كورسات صحية. الشيء الثاني إني برضو اكتشفت أشياء صحية جديدة، أدوات، معدات، مواد. طبعا أنا عندي نية الصحة كذا ماشية طول الوقت معاي، وبرضه هي قيمة عالية، بس أنا أعرف قوة النية من تأثيرها على الصحة. صراحة أعرف قوة النية من تأثيرها على الصحة. وش بعد صار عندي؟ بصراحة كان الشهر ممتع بصراحة، يعني صار في أحداث كثيرة وأشياء كثيرة وكنت مستمتعة طول الوقت. المشاعر السلبية اللي طلعت على السطح، طلع لي حزن مع المتعة، قعدت أشتغل عليه. وش صار كذا في صراحة، فيه يعني مع المتعة فيه كذا هدوء، في هدوء بالنسبة لي، في هدوء جميل. خلنا نقول في هدوء جميل، يعني هذه أهم الأشياء اللي صارت عندي.
قاعدين نشتغل على لاكس، ان شاء الله ان شاء الله يكون في تطويرات. وبرضه في شغلات ثانية ان شاء الله نبلغكم عليها لاحقا. طيب ابغى اقول لكم كلكم شكرا 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 جزيلا، شكرا جزيلا كل اللي حطوا النية معانا وكل اللي حطوا خلفية الجو، والله بنفقدها تصدقون. انا عاجبتني مرة ولا لا يا جماعة؟ احس اني فعلا بفقدها. شوفوا شوفوا الجمال، واو، تحس انك تغوص فيها كذا ما تخلص ما تخلص وانت تتفرج فيها، مرة ممتعة. شكرا شكرا مليون شكرا يا جماعة، شكرا جزيلا. حبيبتي مي I love you، وين رايحين هذه؟ دبي ولا ايش؟ شكرا على اللي حطوا النية واللي حطوا خلفية الجوال واللي حضروا الفيلم معانا وحضروا مناقشة الفيلم، اللي حضروا اللايفات في تيك توك في انستغرام شكرا جزيلا، اللي حضروا المواد هذا الشهر شكرا جزيلا. ما قصرتوا ما قصرتوا اهتمامكم بأنفسكم. صحيح ان احنا مركزين على انفسنا قاعدين نشتغل على انفسنا، بس ترى انت كثير قاعد تخدم البشرية، والله والله انك تصلح نفسك انت فعلا قاعد تخدم البشر، قاعد تخدم يعني مليارات من الناس، انك انت تكون انسان جيد انسان صالح، انت تخدم البشرية كلها. فابغى اقول لك شكرا شكرا انه انت مهتم بنفسك وما قصرت في الاهتمام بنفسك. اوكي، وخلصنا نية الشهر. اكيد انت ما راح تقطع النية، يعني النية راح تكون معانا بس ما راح نكون مركزين عليها كثير، وان شاء الله بكرة راح نبدأ نية جديدة وشهر جديد وخلفية جوال جديدة وفيلم جديد. قلبي انتم عفوا عفوا، خليكم معانا بكرة، نبغى حماس جديد. عفوا ما قصرتوا ما قصرتوا. Thank you thank you I love you.